من رام الله تنضم إلينا نيبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك معنا سيدة نيبال. سيدة نيبال، أريد أن أسألك بالنسبة للمستشفيات التي تم قصفها أو محيط المستشفيات التي قصفت من القوات الإسرائيلية، هل خرجت عن الخدمة كاملة؟ هذا أولا. الأمر الآخر، هل تم نقل عدد من الإصابات والطواقم الطبية إلى مستشفيات أخرى؟ يعني دعينا نبدأ من حيث عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة. حتى اللحظة خرجت عن الخدمة حوالي 7 مستشفيات جراء القصف الإسرائيلي إما لها أو القصف في محيط هذه المستشفيات. نتحدث عن 7 مستشفيات و24 مركز صحي بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة. أما بخصوص مستشفى القدس فيجب أن نوضح مسألة. نحن لم نتلقى قرار إخلاء خلال فترة زمنية وهي ساعة، هذا الأمر لم يحدث. ما حدث أن مستشفى القدس ومنذ الأسبوع الماضي كنا أصلا خلال قبل أكثر من أسبوع تلقينا 3 إنذارات بخصوص قرار إخلاء مستشفى القدس، ولكن قبل أيام شهدنا عدد من الاتصالات من قبل سلطات الاحتلال تأمر بالإخلاء الفوري للمستشفى كون المستشفى عرضة للقصف بأي لحظة. خلال اليومين السابقين شهدنا تكثيف للغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس في مسافة تقل يعني عن 100 متر، وهو الفيديو الذي بدأ بتداوله الناس أتوقع ليلة أمس على اعتبار أنه حدث بالأمس. أيضا يوم أمس خلال ساعات النهار صباحا كان هناك زيارة لوفد من الحركة الدولية للصليب الأحمر، وخلال الزيارة حدثت غارات شديدة جدا، قصف عنيف في محيط المستشفى يعني ما يقارب 30 متر فقط بعيد عن محيط مستشفى القدس. يعني الأمر الذي بطبيعة الحال سبب ذعر كبير بين صفوف النازحين داخل المستشفى، فضلا طبعا عن الدمار الذي لحق بمبنى المستشفى ومبنى الجمعية من ناحية سقوط الزجاج وسقوط جزء من السقف الجبصين على النازحين. وأيضا كما ذكرتم يعني عدد المستشفيات المهددة بقرار الإخلاء هي بالفعل 25، واحد منها كان أصلا قد تم قصفه وهو المستشفى الأهلي، وبالتالي يتبقى 24 مستشفى الآن تحت تهديد القصف بفعل قرارات الإخلاء الصادرة من قبل سلطات الاحتلال. طيب، المستشفيات التي يأتي الإنذار بإخلائها، بعض المستشفيات الطواقم الطبية ترفض الخروج من المستشفى، ولكن ربما مستشفيات أخرى يخرجون، إلى أين يذهبون؟ يعني حتى اللحظة لم يخرج أي من المستشفيات، لأنه كنا قد أعلننا يعني نحن وغيرنا أنه ليس لدينا الإمكانية من أجل إخلاء المستشفى، إخلاء المرضى بشكل آمن. على سبيل المثال نحن في مستشفى القدس لدينا حوالي 500 مريض، منهم من هو في غرفة العناية المكثفة غالبيتها أطفال أصيبوا خلال الغارات الإسرائيلية على منازل المواطنين، وبالتالي هم مشبوكين أصلا على أجهزة التنفس. أي نقل لهم سيعرض حياتهم للخطر، وبالتالي نقل المرضى يعني بطبيعة الحال قتلهم، ولهذا السبب لن نخلي ولن تكون لدينا القدرة على الإخلاء الآمن، ليس نحن فحسب، وحتى منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت وقالت أن قرار الإخلاء بحق المستشفيات هو بمثابة يعني عقوبة أو إعدام للمرضى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقه، بل من المستحيل أصلا تطبيقه. نعم. طيب، كنت أيضا يعني نريد أن نسلط الضوء قليلا على المساعدات التي دخلت من معبر رفح، هل وصلت إلى كافة المستشفيات على الأقل حتى لا يصل إلى مرحلة الانهيار؟ نعم، حتى اللحظة نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني استلمنا حوالي 34 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، تم نقلها إلى شاحنات الأونروا، ومن خلالها تم وضعها في مستودعات الأونروا، حيث بدأت عملية التوزيع لأصحاب هذه المساعدات. مثلا الهلال الأحمر القطري، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا وزارة الصحة. وبالتالي هذه المساعدات ستساهم على الأقل في مساندة النظام الصحي
في قطاع غزة وتحديدا بعض المستشفيات من أجل دعمها لاستمرارية عملها، لا سيما يعني بعد وصول كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن هي بكل حال ليست كافية لسد الحالة التي يعيشها القطاع الصحي في قطاع غزة، حالة الانهيار التي تشهدها كل المستشفيات في قطاع غزة في ظل شح المستلزمات الطبية والأدوية، والأهم أنه لم يتم السماح بالوقود. بالأمس تمكنت الأونروا من إدخال كمية من الوقود، لا هناك معلومات واضحة بخصوص كمية الوقود وآلية توزيعها، ولكن بالتأكيد هي قليلة جدا وغير كافية من أجل ضمان عمل المستشفيات، حيث كنا قد أنذرنا أن المستشفيات يعني استنفذت تقريبا ما لديها من مخزون وقود وهو الأساسي من أجل الحصول على كهرباء، وبالتالي في حال نفاد كلي لكمية الوقود هذا يعني كارثة بكل ما للكلمة من معنى، لأن المستشفيات ستتوقف عن تقديم خدماتها الصحية والطبية، وبطبيعة الحال آلاف الجرحى والمرضى ممن هم مشبوكين على أجهزة بحاجة إلى كهرباء سوف يموتون بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فضلا طبعا عن الخدمات الإنسانية الأخرى، المخابز بحاجة إلى كهرباء، وبالتالي لن يكون أيضا لدى المخابز القدرة على توفير الخبز للأهالي في قطاع غزة. نعم سيدة نبال، يعني بعض الأخبار تقول بأنه في اقتحامات وهناك عدد من القتلى أيضا في الضفة الغربية، هل هناك استعداد وتأهب في مستشفيات رام الله أو الضفة الغربية تحسبا لأي تهور إسرائيلي؟ بالتأكيد، يعني نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني لدينا غرفة العمليات المركزية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ونحن نراقب تطورات الأحداث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وبالفعل شهدت الضفة الغربية ارتفاع وتيرة المواجهات والمسيرات في مدن عديدة في الضفة الغربية، شهدنا أيضا تصاعد في وتيرة العنف الممارس من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، فضلا عن الاقتحامات الأخيرة التي نشهدها في كل من مخيم جنين وأيضا مخيم نور شمس في طول كرم وغيرها، وبالتالي نحن على أهبة الاستعداد من أجل التعامل مع هذه الأوضاع الطارئة والآخذة في التصاعد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. طب هل في تنسيق مع مستشفيات في القطاع من الضفة والقطاع بالنسبة للحالات والأمراض المستعصية كأمراض الكلى أمراض السرطان لمحاولة على الأقل احتواء وضعهم الحرج؟ بالتأكيد، يعني منذ بدء التنسيق من أجل إدخال أو المساعدات الإنسانية كان الحديث عن فتح معبر إنساني آمن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى السماح بخروج المرضى والجرحى ممن يعانون من إصابات خطيرة حتى يتم لهم العلاج في الخارج، لأنهم ليس لديهم أصلاً علاج السماح لهؤلاء الجرحى والمصابين بالعلاج في مستشفيات الخارج أو حتى مستشفيات الضفة الغربية والقدس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.